واو شو عجبك المكتب؟ عجبني عقد يعني شو عجبني كتير كتير حلو كتير يعني فخامة من اليوم ضايح ما بقى في داعي للقهاوي والمطاعم بس بدك تستقبل حدا تستقبله ها عاد مشان برستيجك يعني الحقيقة مش عم بعرف كيف بدي اشكرك يعجز اللسان عن الشكر يعني وهل يعجز اللسان عن المهم اللي جاي؟ لا اكيد طبعا اكيد ها لكن اكتب لك يلا ها انا جاهز كنت قد وعدتكم بتقديم وثائق تثبت ان رواية حارس القمر مسروقة والدليل بين صفحات الشاب الموهوب الذي رحل عن هذه الدنيا وهو في قمة عطائه اقرأوا طفلة المدللة وستعرفون الحقيقة ليست مصادفة أن ينتحر شادي قبل عرض المسرحية بيوم واحد شادي مات هو زعلان مني أنا هجمته بشراسي أنت لحالك ولا حدا دفشك؟ لا أنا طبعا واضح كمل ويبقى السؤال هل انتحر شادي فعلا ام ان هناك من اراد ازالته عن وجه هذه الارض شو قصدك مثل ما قلت لك بس انت هيك عم تتهم يونس جبران مظبوط شو الدليل هلا انت بدك تكتب ولا بدك تجادل لا ما قصدي شيء بدي اكتب بس انه اكتب انتظرونا غدا انتظرونا غدا